وللمزيد ينضم إلينا دكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والضهاقة. أهلا بحضرتك معنا دكتورة. أبدأ مع حضرتك بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أي مدى هذه الكلمة حملت الكثير من المشتركات والكثير من الرسائل والكثير من الخير لمصر في الفترة القادمة، خاصة بعد هذا الحدث التاريخي المهم الذي شاهدناه اليوم؟ تفضلي. أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين الكرام. لا شك أنه يوم تاريخي يكتب فيه المصريين تاريخا جديدا كما قال السيد الرئيس اليوم. فنحن أمام ماراثون دام أكثر من نصف قرن لتحقيق حلم مصر بدخول نادي الكبار للطاقة، ألا وهو نادي الطاقة النووية، ودخلنا الحقيقة بقوة دافعة ومن أوسع أبوابه طبقا لتصنيفات وكالة الطاقة الذرية، وأصبحنا في مصاف الدول التي تنشئ محطات نووية. لا شك أن هذا الفرح العظيم من المفاعل الجديد يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للاستراتيجية المتكاملة للطاقة التي تهدف إليها الدولة المصرية ليكون لديها مزيج من الطاقة بحلول 2035 يمثل 42%، وتم حجز مكان للطاقة النووية داخل هذا المزيج. لابد أن نشيد بقدرة الدولة المصرية على استقراء مستقبل الطاقة وتعزيز دورها المحوري والدولي، بالإضافة إلى جهودها الحقيقة الحثيثة في معالجة مشكلات التغيرات المناخية. فلا ننسى أن المفاعلات النووية هي إحدى الوسائل أو الحلول الجوهرية لمجابهة التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري. أما عن القصد الاقتصادي بالنسبة لي محطة الضبع النووية، هذا المشروع العملاق الحقيقة له أبعاد كثيرة جدا، ومنها القصد الاقتصادي على رأسها، وأيضا نقل الخبرات والتكنولوجيا. فلا ننسى أن تنويع مصادر الطاقة يجعل الدولة المصرية لا ترتهن على مصدر طاقة واحد، خصوصا بعد ما شاهدناه على مشاكل في مشاكل العالم كله في الارتهان على مصدر واحد للطاقة بسبب عسكرة هذا الملف. الأمر الثاني أن احنا الحقيقة كما قال السيد الرئيس اليوم، نحن نحمي الاقتصاد المصري، لأن احنا لدينا يعني مرحلة جديدة بنبدأها في حماية تذبذب من أسعار النفط صحيح. والغاز العالمية، ونبتدي نشتغل على هذا الملف، لأن حضرتك بندخل المحطة ضمن مزيج الطاقة، وفي نفس الوقت نحن نحافظ على الموارد الطبيعية لمصر من الغاز والنفط، ويمكن الاشتغال على الغاز كقيمة مضافة أخرى في صناعة كصناعة العصر وهي صناعة البتروكيماويات. ولا ننسى أن هذا المشروع سيولد فرص عمل كبيرة جدا بالإضافة للقصد التكنولوجي. فلا ننسى أن الدولة عندما ربطت التعليم ومنهجيته بالتعليم الفني والتكنولوجي، وضربنا اليوم مثل بمدرسة الضبع التكنولوجية النووية التي تخرج جيلا جديدا للعمل في المحطة، بالإضافة إلى الخبرات التي تحدث عنها الرئيس بوتين اليوم، وهم 90 مصري المدربين والكفاءات والكوادر المصرية. لا ننسى أيضا أن محطة الضبع النووية ليست للطاقة المتولدة فقط كهربائيا، هي تدر لينا 4800 ميجا وات، ولكن يجب أن ننظر أيضا إلى أهدافها السلمية الأخرى. فلا ننسى أن خاصة وأنها طاقة نظيفة دكتورة وفاء، يعني وهذا ما أكدت عليه مصر في كوب 27 وكوب 28، هي من الدول الملتزمة بإنتاج طاقة جديدة ونظيفة أيضا من خلال هذه الطاقة النووية. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي على هذه المداخلة الكريمة معنا.